حصلت الفوج الثامن من الجسر الجوي الذي وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامته بعد 24 ساعة مباشرة من انفجار بيروت، وبدأ يوم الخميس قبل الماضي. اليوم هو الفوج الثامن ويضم 26 طن من المساعدات، مقسمة إلى مساعدات غذائية ومواد إعشية من جهة. واحنا كما قلت اننا نركز في المواد الغذائية بالذات على الطحين لضمان عدم انقطاع دورة انتاج الخبز في لبنان. ومن جهة ثانية القسم الثاني هو مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وهذه بدورها تنقسم الى قسمين. القسم الاول هو أدوية خاصة بعلاج الطوارئ للمساعدة على احتواء تداعيات الانفجار، والقسم الثاني له علاقة بدعم مقاومات الصمود في لبنان في مواجهة جائحة كورونا التي نواجهها في هذه الأيام في هذا البلد الشقيق. المساعدات اليوم قادمة من الأزهر الشريف، من الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، ومن بنك الشفاء المصري. ما أود أن أقوله هو أن مصر كلها حاضرة. المساعدات تبلغ في مجملها 250 طن من المساعدات المحمولة جوا، وفي ما يوازيها تقريبا من المساعدات المحمولة بحرا، ولكن هذه ستكون مواد لإعادة البناء. الكل حاضر، الحكومة، هناك مساعدات حكومية، هناك مساعدات من الكنيسة المصرية، هناك مساعدات من الأزهر الشريف، هناك مساعدات من عدد كبير من المنظمات غير الحكومة المصرية أعلنتها في حينه، وستتوالى المساعدات حتى يوم الأربعاء القادم بنفس المعدل. ترون الآن في طائرة ثانية وصلت من المساعدات، والنهاردة طائرتين، وهو هذا هو المعدل. احنا بتوصلنا طائرتين C-130 بحمولتهم المشتركة حوالي 26 أو 28 طن من المساعدات يوميا. نحن حاضرون مع الأشقاء في لبنان، الجسر الجوي مستمر والدعم مستمر إلى أن يتجاوز لبنان هذه المحنة. الحقيقة أنه مصر كلها مستنفرة لتقديم المساعدات، وعندما أقول أن مصر كلها مستنفرة أقصد أن الحكومة المصرية، أن الكنيسة المصرية، أن الأزهر الشريف، أن المنظمات الأهلية المصرية، أن أطباء مصريين متطوعين، الكل متطوع. النهاردة ضمن مساعدات اليوم في 12.5 طن من المساعدات وجه قداسة البابا بتقديمها على هي مساعدات مكونة من مساعدات غذائية أساسها الطحين اللي هو المساعدة على إنتاج دورة الخبز، وفي قسم آخر من الأدوية. هذه أيضا مقسم بدورها إلى قسمين، القسم الأول له علاقة بأدوية الطوارئ متعلقة بتداعيات الانفجار، والقسم الثاني هو أدوية لمواجهة جائحة الكورونا، يعني لدعم الأسنان. في الآخر يعني مصر كلها، كنيسة، أزهر، حكومة، منظمات أهلية، أطباء مصريين، الكل متضامن مع لبنان. نحن في الآخر لسنا طارئين على التضامن مع لبنان. نحن يعني الأطباء المصريين، نديك مثال، مثلا الأطباء المصريين يعملون في مستشفى جامعة بيروت العربية التي أنشئت هنا، موجودة شاهد على تعاوننا منذ 60 عاما. من يومين كنت أقدم مساعدات إلى مستشفى الكارنتينا اللي أنشأها إبراهيم باشا من 180 سنة. نحن شركاء منذ القدم، وستجدون حاضرين معكم في لبنان إلى أن نعبر هذه الظروف. قول أن هذا ليس مستغربا على التقليد العريق لأكبر كنائس المنطقة، وهو بداهة هذا هو ما يتوقعه اللبنانيون. يعني ما لفتني هنا كممثل لمصر ومن ثم للكنيسة ضمن ما أمثل هنا، ما لفتني هنا أن كل من تحدثت معه من الأشقاء في لبنان كانوا بجانب التعبير عن الشكر والتقدير للمساعدات، كانت الكلمة المشتركة التي يقولها كل منهم: لسنا مندهشين، أنه هذا هو المتوقع، هذا هو قدر مصر وهذا هو قدر الكنيسة المصرية.
كان معكم شادي روكوس مراسل قناة مايسات من العاصمة اللبنانية بيروت.